انضم الينا من العاصمه بغداد الدكتور هيثم الخزعلي الباحث والاكاديمي العراقي. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه، ما الذي اوصل الامور الى هنا بالواقع العراقي المائي مع الحديث عن انخفاض لمناسيب نهر دجله؟ ابتداء ارحب بكم وبقناتكم الكريمه ومشاهديكم الكرام. اهلا بكم. الحقيقه ان ازمه المياه هي ازمه حديثه نسبيا في تاريخ العراق الحديث، وذلك بعد ان قررت الجاره تركيا انشاء مشروع جنوب شرق الاناضول الذي يتضمن انشاء 21 سدا لتوفير المياه للاراضي الزراعيه وبناء 17 محطة كهربائية وكهرومائية على هذه السدود. ذلك جعل كميات كبيرة من المياه تحتجز في الأراضي التركية على منبعين نهرين دجلة والفرات، مما سبب انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير خصوصا في المناطق جنوب العراق التي تكون في نهاية طريق هذين النهرين، وبالتالي جعل عملية جفاف للأراضي الزراعية ووجود أتربة وغبار في أحواض هذين النهرين. سؤال أستاذ هيثم، هل كما قلت بأن السدود التي تم عملها على النهرين نهر دجلة والفرات هي التي سببت هذا الانخفاض في المناسيب، أم أن هناك تجاوزات على النهرين أدت إلى انخفاض المناسيب؟ طبعا هناك تجاوزات على النهرين، ولكن مثلا في سد دوكان في مناطق شمال العراق في قام الاخوه الكرد في فتره معينه باغلاق هذا السد وادت الى تسبب في جفاف نسبي في بعض المناطق، الا ان المشروع التركي هو مشروع كبير وكانت هناك مناشدات من العراق وحتى ايران التي تتضرر من بعض السدود الموجودة على خور النهر في أراضيها خصوصا في المناطق الغربية والشمالية الغربية. يعني أنت تتحدث عن هذه الأضرار بسبب ما يقام على النهرين، ما الذي فعلته حكومة حيدر العبادي في هذا الإطار، لا سيما بأن انخفاض المناسيب المائية يعد من مواضيع الأمن القومي العراقي؟ طبعا كما تعلم ان موضوع المياه حاليا هو يستخدم كاداه حرب، وحرب المياه هي حرب حديثه نسبيا ومستخدمه. العبادي وقبل العبادي السيد المالكي طالبوا الحكومه التركيه باطلاق كميات من المياه على اعتبار نهري دجله والفرات هما نهران دوليان، وبرغم من تصريحات بعض المسؤولين الاتراك بانها قضيه تخص السياده التركيه، الا ان هناك مسؤولين مثل وزير الغابات والموارد المائيه في تركيا الشهر السابع من العام الماضي صرح بانه لابد ان يكون هناك تفاهم عالمي حول كميات المياه الموجوده في هذين النهرين، وهذا طبعا مؤشر ايجابي. تركيا بلد مهم ولها اثر في امن المنطقه، تركيا في هذه المشاريع كحرب المياه يؤثر على امن المنطقه بشكل عام. نعم، هل اقامه سدود على شط العرب من الممكن ان تحفظ المياه من الضياع ومن الممكن ان تساهم في اعاده المناسيب الى وضعها صحيح؟ انت تعلم اخي العزيز بانه اقامه سدود يعني احتجاز المزيد من المياه، مما يجعل المتضرر الاكبر هم مناطق جنوب العراق، وهذا منذ سنوات يعني حدث انحسار في شط العرب ودخول مياه الخليج الى شط العرب وتحول المياه الى مياه مالحه اثرت على حياه السكان في تلك المناطق. قامت المزيد من السدود ممكن ان تضيف للمشكله يعني عمقا اخر. نعم استاذ هيثم الخزعلي الباحث والاكاديمي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.